نعم أريد أتوقف بالنسبة للمدارس سيد حيدر. المكان هو قضاء حمزة الشرقي بالديوانية، ما أعرف الحدث شفته أو لا، بحيث يعني المدرسة اضطرت لافتتاح صف دراسي جديد من خيمة عزاء، يعني تشادر الفواتح، بسبب أعداد التلاميذ وقلة الصفوف الدراسية. زين، شلون دا يفتهم الطالب؟ مو هاي الهوسه داير مدايره، يعني معقوله احنا اليوم التربيه ما عندها امكانيه تبني حتى لو صف؟ لا، هو مو ما عندها امكانيه التربيه، لكن يعني عمليه البناء هذه تحتاج الى اجراءات حكوميه، يعني فقط صف. الجهات الرسميه طبعا تحتاج الى اجراءات حكوميه. الان احنا نتحدث عن مشروع 8000 مدرسه، هذا راح يسد نقص كبير في المحافظات. المرحلة الأولى تمت المباشرة بمجلس الوزراء، أحال 1000 مدرسة إلى شركتين صينيتين، وطبعا سبقت هذه العملية هي الإعداد لتهيئة قطع الأراضي. واجهتنا بعض المشاكل البسيطة في ملف تهيئة المواقع، لأنه مساحة 3000 متر هنالك عدد من المناطق الشعبية والفقيرة، هي هاي اللي نركز عليها دائما حتى تكون بها أبنية مدرسية. لكن نعرف احنا الاكتظاظ السكاني وصعب نلقى هكذا مساحات، لكن استطاعت اللجنة وبوقت قياسي وبجهد وتنسيق وتعاون ما بين الإدارات المحلية في المحافظات ودوائر التربية فيها بتوزيعها. المعايير اللي اتخذتها اللجنة العليا بتوزيع أعداد الأبنية المدرسية على المحافظات هي ثلاثة معايير: الكثافة السكانية لكل محافظة، والمدارس التي تحتوي على دوام مزدوج وثلاثي، وأيضا المدارس الكرفانية والطينية. خلال المرحلة الثانية 3000، ومن ثم المرحلة الثالثة 4000، بالتأكيد راح تزيد حصة كل محافظة من هاي الأبنية المدرسية. الآن العمل وصل إلى نسب إنجاز جيدة لا بأس بها، تم إنجاز بناء 399 مدرسة يعني خلال هذا العام. بغداد وكركوك صدرت الصدارة بالنسبة لبناء المدارس الجديدة، يعني كانت حصتها 82 مدرسة، تربية الذيقار 31 مدرسة، بغداد 82 مدرسة، يعني أكو عندنا إنجاز سيد فاروق، عفوا سيد حيدر. نعم نعم نعم، أنا ذكرت 122 مدرسة ضمن مشروع رقم واحد الممتلك، والآن إحنا بالتوازي معه يشتغل. إضافة إلى هنالك الأبنية، يعني هذا المشروع رقم واحد، ومشروع الأبنية المدرسية النموذجية هي مشاريع حكومية مركزية اللي تحدثت عنها. أيضا في كركوك وبقية المحافظات هنالك مدارس هي من حصة يعني تنمية الأقاليم المحافظة، على 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 ثلاثة خطوط نعمل. نسب الإنجاز في مشروع الأبنية المدرسية النموذجية متفاوتة بين موقع وآخر ومحافظة وأخرى بحسب الفترات الزمنية اللي تم تسليم المواقع. أيضا هنالك إجراءات وتحريات للتربة الجهة الاستشارية تأخذها. عدد لا بأس به من الأبنية المدرسية الآن وصل إلى الهيكل الخارجي، وتم إنهاء الطبقتين الأولى والثانية، والتوجه للإنهاءات الداخلية. العمل الآن جيد جدا بالنسبة لنا بحسب الخطة المرسومة.